بمناسبة عيد بشارة والدة الإله السيدة العذراء، احتفلت بطريركية الروم الأرثوذكس في كنيسة البشارة في كل من الناصرة والعبدلي بعمان بقداسين احتفاليين بحضور الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. احتفلت البطريركية الأرثوذكسية الأورشليمية ومدينة البشارة في الناصرة بعيد بشارة والدة الإله السيدة العذراء. وبهذه المناسبة ترأس غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث خدمة القداس الإلهي الاحتفالي في كنيسة البشارة في مدينة الناصرة. شاركه متروبوليت الناصرة كيرياكوس ورئيس أساقفة قسطنطيني أرستوخوروس ورئيس أساقفة جبل طابور ميثوديوس وكهنة مطرانية الناصرة الأجلاء وأباء من أخوية القبر المقدس. حضر القداس القنصل اليوناني في القدس السيد خريستوس ستيفانوبولوس وجموعا من المصلين من الناصرة ومختلف قرى ومدن الجليل وحجاج من خارج البلاد. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين. واحتفلت الكنيسة الرومية الأرثوذكسية في الأردن بقداس احتفالي بذات المناسبة، ترأسه سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران كرياكوبولوس بمعاونة الأرشمندريت فينادكتوس كيال والأيكونوموس قسطنطين قرمش والأيكونوموس سالم مدنات في كاتدرائية البشارة في العاصمة عمان. حضر القداس جموعاً من المؤمنين بمشاركة جوقة الكنيسة بالتراتيل البيزنطية المميزة من وحي المناسبة. إن تلميذة الرب تعلمنا من الملك كرز القيامة البائس وطرحنا القضية الجدية εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λιάσαντα καχανούντικα, λιάθ πουριρά πουριλά, φίλου αλακούντικιν, σαμάουι. Κουλαχίνιν λάνα ουακούλα ουάνιν ουαϊλαντάχνεντα. وفي عظة القداس هنأ سيادته جموع المؤمنين بعيد بشارة والدة الإله متأملا في هذا الحدث الجلل حين بشر الملاك جبرائيل مريم العذراء بحبل بالروح القدس وبشر بالخالق الذي أراد أن يتجسد دون أن يعتريه أي تغيير في ألوهيته، فأتى عيد البشارة ليكون اتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية. كلمات إيمان، كلمات طاعة، كلمات محبة لله وللإنسان للقريب. ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. هون أبنائي سكن الإله الكلمة الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس الإله الإبن سكن في أحشاء أمنا الفائقة القداسة بحلول الروح القدس عليها. في هاي اللحظات صار في عنا الحبل بالإله الكلمة وبلش الجنين الإلهي ينمو في بطن أمنا الفائقة القداسة يتغذى من دمها وينمو وهو يعطيها نعمة فوق ونعمة من الألوهة من نعمته من نعمة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. في هاي اللحظات تم تصحيح أخطاء الماضي، آدم مع المعصية، آدم الجديد أتى ليخلص الإنسان وليموت على الصليب وبموته وقيامته إنه يدوس على الموت وينتصر عليه. حواء القديمة اللي بسببها كان المعصية أتت حواء الجديدة
وحكت هاي الكلمات العظيمة: ها أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك، على عكس أمنا الأولى حواء. غاد معصية، هون طاعة. بدل الحية هون في عنا الملاك جبرائيل. الحية وشوشت في أذن الإنسان حتى يتمرد على الله، هون الملاك بحكي لها السلام عليك، افرحي، بعطيها السلام والفرح. وبالتالي هون بجيب لها البشارة، وقلنا البشارة كل إشي بتصحح. وهون منشوف قديش محبة الله لإلنا حتى يتصحح كل شيء، حتى يتم التصحيح من المعصية ومن كل أخطاء اللي تمت بالفردوس، وبسبب المعصية تردنا من الفردوس. وفي ختام الصلاة التأم الجميع حول سيادته ليتبادلوا التهاني بهذه المناسبة العطرة. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا، المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل آبان وإلى دهر الداهرين، آمين.